طبعا احنا الان وصلنا الى غرفه العمليات. الاجراءات صعبه جدا لدخول غرفه العمليات خاصه يعني وفي كاميرات وفي عدد كثير. الجماعه هنا مدخلين غرفه تغيير ضروري لابد منها، ما نقدر ندخل غرفه العمليات الا بعد هذا التغيير وبعد التعقيم وبعد اتخاذ هذه الاجراءات. الاخ ضروري تغيير صح؟ اول شيء ضروري نتعرف عليك في البدايه. اخ فاضل جاره. فاضل اسمع على مسمى ان شاء الله. وانت فاضل بارك الله فيك يا فاضل. قبل الدخول ضروري تغيير صح؟ بالتاكيد نعم. حتى حماية للمرضى الذين يأتون إلى إجراء العمليات وأيضا للزائر نفسه. نعم للزائر نفسه. هذه إجراءات يعني ضرورية. كلام جميل جدا. إذا نتوكل على الرحمن نبدأ نعمل التغيير. نعطيك تمام. لبسنا الحمد لله لبس دخول غرفة العمليات، طبعا معقم وضروري أنك ما تدخل غرفة العمليات إلا وتكون لابس لبس معقم وجهز. كل الطاقم الآن اللي حيدخلوا معنا المصورين والمخرج لبسوا نفس اللبس. فاحنا ندعو الله عز وجل ان يشافي ويعافي المريضه ويعافي كل مريض باذن الله عز وجل. حندخل مع بعض ونعيش هذه اللحظات اثناء اجراء العمليه مع الدكتور رضا. دكتور رضا صراحه يستحق منا كل كلمه شكر وتقدير لانه كان متعاون معنا جدا. صحيح يعني ان الحاله المرضيه بسيطه جدا، يعني البعض يقول هذه لوزتين، لكن المريضه يعني اللوزتين تاتيها من وهي صغيره جدا حتى يعني كبرت إلى هذا السن وأصبحت يعني تضايقها في كل وقت، يعني مجرد ريح باردة تأتيها اللوزتين، تكون طريحة الفراش، لا تستطيع أن تشرب ولا تستطيع أن تأكل، فأصبحت الحالة حرجة جدا. ولهذا إحنا رسالتنا لكم أحبة المشاهدين ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، بمبلغ بسيط جدا إجراء عملية لشخص ممكن أنك تغير من حياته تماما وتجعله يعني إنسان يعيش حياة طبيعية فيها من العافية والصحة. إذا احنا بإذن الله عز وجل حنتوكل على الرحمن الآن نبدأ ندخل غرفة العمليات لأنه تقريبا بدأ التخدير للمريضة وحندخل مع بعض إن شاء الله غرفة العمليات. طبعا أحبة المشاهدين الأخ محمد، عفوا محمد قاسم، حياك الأخ محمد. هو الآن حيوصلنا مع بعض إلى غرفة العمليات اللي عند الدكتور رضا. أخ محمد خلينا في البداية نتعرف عليك. محمد قاسم محمد عبد الله، مسؤول قسم التعقيم ومشرف في العمليات. نعم جامعة العلوم التكنولوجية. حياك الله. بالنسبة الآن للتعقيم للمريضة وتخديرها، تم التخدير؟ الآن يتم التخدير الآن ماشي. نعم. إليها بحيث أنه الآن في أعداد التخدير بإذن الله نوصل للمقدرة. إذن بإذن الله نتحرك. بسم الله نتحرك مع بعض. طبعاً هنا حياة يعيشها الأطباء، حياة العمليات وإنقاذ حياة كثير من الناس. وإحنا يعني الآية القرآنية تقول من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. خلونا مع بعض نتحرك. بسم الله. طبعاً المريضة وصلها رقم 5 دكتور رضا داخل الآن. هذه واحدة من غرفة العمليات ها؟ جائزة اسمه ندخل عليهم. السلام عليكم. تفضلوا. كيف يا دكتور؟ احنا الان داخلين مع بعض غرفة العمليات. السلام عليكم. كيف صحتك اخي؟ يا هلا اهلا وسهلا. حياك الله. انت تعمل مع الدكتور؟ نعم سكراب فني عمليات. نعم. حياك. اسمك الكريم؟ مجد خضرة. مجد احمد خضرة. يعني انت مساعد مع الدكتور اثناء نعم. العملية. نعم. عليك جهد كبير جدا. يعني بتبذل جهد كبير جدا، اسال الله العظيم ان يعينك يعني. امين يا رب العالمين. الله يبارك فيك. الانسان يسال الله عز وجل الاخلاص. لأن هذا العمل فيه أجر عظيم عند الله عز وجل. إن شاء الله تعالى الله يحسبنا إن شاء الله. دكتور كيف صحتك؟ حياك الله. أهلا بكم. حياكم الله. حياكم الله. أهلا بكم بقناة السعيدة. حياكم الرحمن. الدكتور رضا الآن يباشر عمله في إجراء العملية. أسأل الله العظيم رب العظيم أن يشافيها ويعافيها إن شاء الله. آمين. نعم هو يحذرني الأدوات معقمة. هو يحذرني أن أبعد شوية عن المريضة لأن الأدوات كلها معقمة. خلصنا العملية الذي أخذت تقريبا 10 دقائق حتى يأخذ الأهل فكرة أنه العملية سهلة جدا ولا مجال للخوف إن شاء الله، لكن دائما لابد من التحضير أنه الحالة تحتاج إلى عملية استئصال لوزتين. نعم إن
شكرا. جميل. إذن الدكتور يقول أنه مجرد ما ينتهي الدكتور من إجراء العملية على طول بيعلموا أهل المريض إن العملية انتهت عشان أيضا يطمئن أن العملية سهلة وما فيها أي شيء. رسالة كلمة أخيرة تحب توجهها للمشاهدين؟ الحقيقة الرسالة هي لابد ما تكون توعوية، وبالتالي حالات روماتيزمية كثيرة جدا في البلاد، التهابات المفاصل أيضا المصاحبة التهابات الوزنين عند الأطفال منتشرة بسبب يعني سوء استخدام المضادات الحيوية من قبل ما نسميه over the counter، يعني من على الطاولة تؤخذ كثير من الأدوية عن طريق الصيدليات مباشرة، فهذا خطأ. لابد من اللجوء إلى الطبيب في حالة التهابات الحلق، التهابات اللوزتين، حتى يتم تقرير العلاج اللازم، أخذ المضادات الحيوية المناسبة، وخاصة البنسلين للوقاية من روماتيزم القلب وغيرها من المضاعفات، أيضا التهابات النفرون أو التهابات الكلى، واللجوء إلى الطبيب في حال ما احتاج الطفل إلى استئصال للوزتين. والعمليات كما لاحظنا عملية سهلة لا تتجاوز إيش أكثر من 10 دقائق، لكن إن لم تتم هذه العملية كان الأمر بالنسبة للمريضة ممكن يؤدي بها إلى خطورة معينة. حقيقة المنظمات المدنية والجمعيات الخيرية لابد ما يكون لها دور بالنسبة لهذه الطبقة من المرضى ذوي الدخل المحدود أو الفقراء أو المتقعين، حتى إيش نتجنب هذه المشاكل الصحية، وهذا يوفر أيضا جهد كبير ويعني يعين الاقتصاد المحلي المهضوم أصلا. نعم. ممكن يتكبد في حالة المضاعفات أضعاف ما يمكن إنفاقه على عملية مثل هذه. نعم صحيح. صلى الله العظيم يبارك فيك يا دكتور، وأن يجمعني بك والحاضرين هنا أجمعين والمشاهدين في جنات النعيم. أهلا وسهلا. اللهم أمين. بارك الله فيك يا دكتور. إذا نحن شاكرين للدكتور شكر كثير، ولكل الشباب الموجودين هنا يعني هم بصراحة بيبذلوا جهد كبير في إحياء الناس. خلونا نقول دكتور يعني تفضل قبل قليل وذكر الآية ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. أتمنى أن رسالتنا تكون وصلت لكم أحبة المشاهدين، خلوكم معنا. الحمد لله تمت العملية بنجاح وهم روحوا البيت، وإحنا قلنا نزورهم بعد العصر من باب الزيارة، وكمان إحنا عرفنا أن أم أسامة بيتها يخلو من ثلاجة، وهم بصراحة بحاجة ماسة إلى ثلاجة، وخاصة تعرفوا إذا الأكل ما حد حافظ عليه بيجيف وبتصبح ريحته مش تمام وغير قابل للأكل، فإحنا قلنا إن شاء الله نفاجئ أم أسامة ونعطيها هذه الثلاجة المتواضعة، ونسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر ويرزقنا في ذلك الإخلاص والتوفيق. خلونا نتحرك بسم الله. بعد إذنك حامل أنت والأخ تفضلوا. كيف صحتكم؟ كيف كانت العملية؟ ما لا شك ممتازة. والبنت بعد ما خرجت؟ ما لا شك ما قلت لا ما بشي خرجت. يعني جلستوا شوية وعلى طول خرجتوا؟ أيوة خرجت. يعني فاقت بسرعة من التخدير؟ أيوة خرجت قبل دي قبل. وكيف تشعر الآن تعبانة هي؟ ما لا شك. وكيف تشعر؟ ما لا شك. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يعافيها ويشافيها ويبعد عنها كل مرض. لكم العافيه. امين يا رب. احنا طبعا جبنا لكم ثلاجه متواضعه، هذا كرت الضمان مكتوب في اسم المحل، الضمان 5 سنوات، اذا حصل فيها شيء اي حاجه ترجعوها. طبعا ما شغلوها الا بعد. امين يا رب. ويعينكم كلكم. امين. من ساعه ان ساعد المسكين الله يجعل الجنه الخلد. وانتم كذلك ربنا يجمعنا بكم في الجنه ان شاء الله يا رب. احنا ما قدمنا شيء، هذا قليل في حقكم، حقكم على من هذا بكثير جدا. وانت اثبتتي لي ولكل المشاهدين ان انت امراه تكافحي لاجل ابنائك وتبذلي الغالي والنفيس لاجل اولادك. اسال الله عز وجل يعني ان يوفقك ويفرج همك، وهي دعوه ايضا لكل المشاهدين خاصه اللي هم جيران يتفقدوا جيرانهم، يتفقدوا حياه الناس اللي هم من حولهم. زي ما كلمتك بالنسبه للثلاجه ما تشغليها الا بعد 8 ساعات، لانه بعد ما تحركت بيحتاج لها وقت على بال ما تتشغل. اسال الله ان يوفقك يعني، وانت لا تنسينا من خالص الدعاء. امين. الله يوفقكم ويرفع يرفع كل وجعكم. امين يا رب. يرفع وجع بنتي الله يرفع وجعها. امين. اللهم امين يا رب. اذا احبتي المشاهدين، احنا والله العظيم ما نحاول ان احنا ننقل مثل هكذا حياه ونعيش مثل هكذا حياه الا فقط لاجل ان احنا نوصل رساله لكم احبتي المشاهدين، ان نعيش حياه الناس ونتفقد حياه الناس، وممكن ان نغير حياه انسان من
يعني إلى بعمل بسيط وبشيء يصير فقط يكون عندك الهمة والعزيمة والإرادة، والله عز وجل سيعينك على ذلك ويكتب لك الأجر في ذلك. خلوكم معنا إن شاء الله. يقول جورج واشنطن: السعادة والواجب الأخلاقي متصلان لا ينفصلان. يقول ألبرت شويتزر: الأخلاق تقديس للحياة. ويقول جين آدمز: العمل هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الأخلاق. ويقول سوفوكليس: لا شيء في العالم يفسد الأخلاق كالمال. تذكروا معي هذه الكلمات أحبة المشاهدين التي يقولها المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لتعليقاتكم ومقترحاتكم أحبتي، تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك قناة السعيدة حياة الناس. إلى أن نلقاكم، ورجاء خاص كالمعتاد لا تنسونا من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله. عيش الحياة بإخلاص وسعد جميع الناس بالكلمة والبسمة بالحب والإحساس. عيش الحياة معهم شارك مواجعهم بالخير أسعدهم وامسح مدى نسعد حياة الناس.